تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية. صباح التفاؤل وصباح السعادة وصباح الصحة مستمعينا الأعزاء، ويومكم إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعينا الأعزاء، الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل يعكس آثار إيجابية على صحتكم. أرحب بكم مستمعينا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معي اليوم، فريق الإعداد هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة، وأيضا من خلال برنامج صحة وسعادة أرحب بتواصلكم معنا دائما مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600-551-1414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما مستمعينا الأعزاء بأن أول فقرة من فقرات البرنامج فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم خبرنا تحت عنوان الأول من نوعه على مستوى الإمارات للمرضى غير القادرين على تحمل كلفة العلاج. محمد بن راشد يعلن عن مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان. أما فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أما فقرة التغذية لهذا اليوم مستمعينا تحت عنوان التغذية الصحية لمرضى الأورام، وبتكون معايا عبر الهاتف الأستاذة ريناد إبراهيم أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، وحديثنا بيكون معاها عن النظام الغذائي الصحيح أو الصحي لمرضى الأورام خلال شهر رمضان المبارك، وأيضا الأغذية والأطعمة الممنوعة عن مرضى الأورام، وبنتحدث أيضا عن الطرق الصحيحة للإفطار حيث لا يشعر المريض بالتعب، وأيضا بتعطينا نصائح عامة لمرضى الأورام وكيفية التعامل مع الحالة المرضية خلال شهر رمضان المبارك. وفقرتنا الأخيرة أيضا بتكون يعني حول الموضوع نفسه، وبناخذه أيضا من جانب آخر، مرضى الأورام والصيام، وبتكون معنا الدكتورة داليا محمود أخصائي أول قسم الأورام بمستشفى دبي، وبنتكلم أكثر عن الجانب العلاجي حول موضوع مرضى الأورام والصيام، وهل يسمح لهم الصيام، وما هم الفئة الذين لا يسمح لهم أيضا الصيام، وأيضا بنتكلم عن بعض النصائح لمرضى الأورام خلال شهر رمضان المبارك، وأيضا بنتطرق في حديثنا مع الدكتورة داليا عن الرياضة خلال شهر رمضان المبارك، هل لها تأثير سلبي أو إيجابي على الصيام لهذه الفئة. فهاي كلها مواضيعنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-1414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل معكم مستمعين الأعزاء إلى فقرة الأخبار، واليوم تحت عنوان الأول من نوعه على مستوى الإمارات للمرضى غير القادرين على تحمل كلفة العلاج. محمد بن راشد يعلن عن مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان.
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على حسابه الرسمي في تويتر يوم أمس عن إنشاء مستشفى حمدان بن راشد لرعاية مرضى السرطان بدبي، وهو مستشفى خيري وإنساني مفتوح للجميع، يضم 250 سريرا ويستقبل أيضا 30,000 مراجع سنويا. وسيتم تجهيز المستشفى بأحدث التقنيات الطبية والعلاجية بحيث تصل سعته الإجمالية عند اكتماله إلى 250 سريرا، فيما سيقدم المستشفى خدماته العلاجية إلى نحو 30,000 مريض سنويا. وننتقل من خبرنا إلى فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول على صفحات هيئة الصحة بدبي، وهذه المستجدات مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور اخوي عبد الله، عليكم وعلى كل المستمعين اذا اثمرت بي. الله يصبحك اختي اسماء بالنور والعافيه. وشو اليوم عندنا من مستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي؟ اليوم عندنا مجموعه من الاشياء، من ضمنها كنا حاطين انت مثلث الوقايه من كوفيد 19، والمثلث الوقايه او مثلث الحمايه هي تعتبر تركز على ثلاث اشياء: غسل اليدين باستمرار، تباعد الجسدي، ولبس الكمامة. أيضا من ضمن النصائح اللي كنا حاطينها الرضاعة الطبيعية والصيام. في مجموعة كبيرة من النساء يصومون وهم يرضعون. وشو هي النصائح الرئيسية والأساسية للمرأة المرضع خلال شهر رمضان خصوصا إذا كانت صايمة؟ هاي كانت من ضمن نصائحنا يوم أمس. أيضا هذا الأسبوع يصادف أسبوع التطعيمات العالمي، وكان عندنا نصيحة تقول احرص على التطعيمات الروتينية لطفلك ولا تقم بتأجيلها لأي سبب حتى أثناء جائحة كوفيد. أحيانا بعض الأشخاص يقول مثلا عيالنا عندهم امتحانات بنأجل الموعد، مثلا خايف أسير أودي المستشفى، لكن التطعيمات الروتينية والتطعيمات الأساسية للطفل وايد مهمة، ولازم ما حد يعني يتأجل لأي سبب من الأسباب إلا طبعاً إذا كان في أعراض مرضية أو الشخص كان مريض ما يقدر يأخذ. فهاي كانت من النصيحة اللي كنا حاطينها أمس في أسبوع العالمي، أسبوع التطعيمات العالمي، وهي نصيحة لأولياء الأمور. أيضاً من ضمن النصائح أو الأشياء اللي نحن نحب نأكد عليها أن مراكز تطعيم هيئة الصحة هي من خلال مواعيد المسبقة. في رسالة شفنا أن هي منتشرة في قنوات التواصل الاجتماعي أن في أحد المراكز يستقبلون ووك إن وبدون موعد، وهي رسالة غير صحيحة. الرسالة جميع مراكز هيئة الصحة تعمل بنظام المواعيد المسبقة فقط، وطريقة حجز الموعد هو من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ودمتم بالصحة والسعادة. دمتي بصحة وسعادة اختي اسم الجناحي، شكرا جزيلا لك. وبعد الفاصل مستمعين الأعزاء فقرتنا فقرة التغذية، واليوم تحت عنوان التغذية الصحية لمرضى الأورام، وبتكون معنا الأستاذة ريناد إبراهيم أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. بإمكانكم التواصل معنا مستمعين على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب دائما بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وموضوعنا اليوم مستمعينا الأعزاء لفقرة التغذية الصحية لمرضى الأورام. طبعا التغذية الصحية لمرضى الأورام من المواضيع
مستمعينا المهمة اللي بنناقشها اليوم مع الأستاذة ريناد إبراهيم أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. الأستاذة ريناد صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم. فعلا اليوم موضوع شيق ومهم جدا. نعم، موضوع شيق وأيضا موضوع مهم وأيضا يمس يعني شريحة كبيرة الحقيقة أستاذة ريناد، وهاي الشريحة تحتاج أيضا إلى يعني الدعم وتحتاج إلى المعرفة والتثقيف حول موضوع التغذية، وموضوع التغذية دائما يلعب دور كبير جدا إحنا نقول في صحة الإنسان وبالأخص اللي عنده يعني أي نوع من الأمراض المزمنة، وبالأخص يعني اللي عندهم يعني أنواع مختلفة من أمراض الأورام. لو نتحدث معك أستاذة ريناد اليوم عن النظام الغذائي الصحي لمرضى الأورام، ونخص الذكر يعني خلال الشهر الفضيل. تمام، لمرضى الأورام طبعا في شريحة منهم اللي بتمكنوا من الصوم طبعا بعد مراجعة الطبيب والتأكد أنه ما رح يكون في ضرر على صحتهم. أهم إشي طبعا اللي هو تناول غذاء متوازن من خلال تناول كميات متوازنة من اللحوم الحمراء التي تكون قليلة الدهون، وأيضا من اللحوم البيضاء مثل الدجاج والسمك، لكي نضمن أن المريض ما يصير في عنده فقر دم أو أنيميا. وأيضا من المهم جدا الحرص على تناول الكثير من السوائل من خلال فترة الإفطار إلى فترة السحور حتى لا يحدث أي انخفاض في نسبة السوائل أو يحدث الجفاف في الجسم. صحيح، هاي بشكل عام. نعم، ولو نتحدث يعني بشكل خاص أستاذ يعني ريناد اللي يحتاج أنه يأخذ بعين الاعتبار كثير من الأمور اللي عنده يعني مشكلة أورام أو نوع معين من الأورام، كيف ممكن أنه يعني يدير الوضع أو الحالة المرضية بالأخص خلال شهر رمضان المبارك؟ طبعا اهم شيء طبعا هو مثل ما ذكرت في البدايه هو اتباع نظام غذائي، وبنفس الوقت الحرص على تجنب بعض الاطعمه التي تكون غير مرغوب فيها لمرضى الاورام، اللي هي من ضمنها اكثر شيء السكريات البسيطه او المكرره، اللي هي من ضمنها السكر الابيض او الحلويات او المشروبات الغازيه ومشروبات الطاقه، وأيضا بعض المشروبات الباردة والساخنة التي تحتوي على كميات عالية من السكر أو القشطة أو الكريمة. وأيضا نأخذ بعين الاعتبار الدهون المهدرجة أو الزيوت المكررة التي تستخدم في المقالي، في الوجبات السريعة، في الصلصات الجاهزة التي تحتوي على الدهون، اللحوم المصنعة بكل أنواعها مثل البرجر، مثلا المرتديلا، النقانق، والأطعمة الغير صحية بشكل عام. فهاي بعض الأطعمة اللي لازم نأخذها بعين الاعتبار إن نحاول نتجنبها قدر الإمكان سواء بخلال الشهر الفضيل أو بشكل عام يعني كنظام أكل من ضمنها. وشو هي الطريقة الصحية اللي إحنا لازم نستخدمها للإفطار عشان المريض مثلا ما يشعر في أي تعب أو إرهاق أو أي شيء؟ طبعا أول شيء مثل ما ذكرت في البداية هو لازم نحرص أن نتناول كمية كافية من السوائل ما لا تقل عن 3 لتر من الماء أو من أي سوائل أخرى. طبعا السوائل تشمل الماء، تشمل الشوربة، تشمل العصائر الطازجة، بعض الأعشاب مثلا، هذه كلها تحتوي على السوائل. طبعا يتم تقسيمها من فترة الإفطار إلى فترة السحور بحيث أنه كل ساعة إلى ساعتين يكون في عنا كوب من السوائل سواء مي أو شوربة أو شاي أو أعشاب أو لبن، يعني مثل ما ذكرت في البداية. الثاني شغلة اللي هي تقسيم الوجبات الرئيسية إلى وجبات صغيرة، وهذا يساعد على الهضم، يعني ما يصير في عسر هضم عنا. وبنفس الوقت الحرص على تناول الخضروات والفواكه والبروتينات والمواد السكرية الطبيعية لتعطي طاقة للجسم عشان ما يصير في عنا أي تعب أو إرهاق خلال فترة الصيام. صحيح، طبعا أستاذة ريناد هاي مواضيع أو يعني معلومات كثير مهمة الحقيقة، ويحتاج أن أيضا يعني الشخص اللي مصاب بأي نوع من الأمراض أو أي نوع عفوا من الأورام أنه
يعني ياخذها بعين الاعتبار. ونحن دائما ننصح الحقيقة بأن الشخص اللي عنده أي نوع من الأمراض المزمنة لابد أن يعني قبل لا يقرر أنه بيصوم شهر رمضان المبارك لابد أنه يعني يتابع مواعيده أو يراجع الفريق الطبي المعالج على أساس أنه يتأكد أنه إذا قرر أنه يصوم معناته لازم يكون صومه صوم صحي وصوم يعني آمن وما في أي مشاكل ممكن أن يصاب خلال ساعات الصيام. أستاذة ريناد أيضا يعني لو نتحدث عن جانب الـ 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 يعني التواصل المباشر الحقيقة والمهم بين الشخص المصاب بأي نوع من أنواع الأمراض أمراض الأورام وأخصائية التغذية خلال فترة الصيام، وذلك يعني للإطمئنان وللتأكد أن يعني حتى الوجبات اللي يأخذها هو وجبات تكون صحية، ومثل دائما ما نذكر تكون وجبات متوازنة أيضا. أكيد طبعا مهم جدا أن يكون في متابعة من قبل أخصائية التغذية، سواء أنه في المستشفى أو مثلا في العيادات، أو حتى بعض الاستفسارات ممكن تيجي عن طريق الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي. فكثير مهم أنه لازم يكون في عنا معلومات كافية، ومثل ما ذكرت أنه مهم جدا أنه المريض يتابع حالته مع الدكتور أو الطبيب المشرف عليه عشان يتأكد أنه صيامه ما رح يؤدي إلى أعراض جانبية أخرى، أو صحيح. يؤدي إلى سمح الله إلى مثلا فشل في الكلى أو مثلا تعب أو جفاف أو مشاكل أخرى ممكن إحنا نكون بغنى عنها، فنكون بمشكلة نصير بمشكلة تانية. صح، ويعني اليوم هناك الحقيقة يعني كثير من وفرت هيئة الصحة بدبي أستاذ ريناد يعني ما يحتاج أن المريض لابد أن يراجع المراكز الصحية أو المستشفيات، هناك طبعا وسائل كثيرة وأنظمة يعني ذكية وتطبيقات ذكية بإمكان المريض أن يتواصل مع الفريق الطبي المباشر سواء كان الطبيب أو أخصائي التثقيف أو يعني أخصائية التغذية، فهناك كثير من الوسائل. لو تحدثينا في هذا الجانب كيف يتم أستاذ ريناد تواصلكم أنتم مع هذا النوع من الناس عبر يعني الوسائل الذكية والتطبيقات الذكية للتواصل؟ حاليا في تطبيق الذي وفرته هيئة الصحة بدبي هو الطبيب لكل مواطن موجود. صحيح. نعم. وبعد بالنسبة للتغذية هو بالعادة يتم تحويلهم عن طريق الدكتور أو الطبيب مثلا، فأي أسئلة ممكن توصل على البرنامج أو على التطبيق، فيتم إبلاغنا أنه مثلا المريض عنده استفسارات من ناحية تغذوية أو عنده معلومات مثلا حابب يسأل عنها، فممكن إحنا يعني نستجيب فيها، أو طبعا عن طريق الهاتف ممكن يتصل علينا على عيادتنا، فممكن بعد نجاوبهم على بعض الأسئلة أو الاستفسارات اللي هم بيكون عندهم في الوقت يعني اللي بيحتاجه. نعم، والجميل أيضا أستاذة ريناد أن مبادرة طبيب لكل مواطن يعني خدمة متوفرة 24 ساعة، بإمكانهم التواصل في أي وقت مع استشاري، وذلك يعني للرد على استفساراتهم المختلفة خلال 24 ساعة. يمكن خلال آخر يعني أستاذ ريناد خلال آخر دقيقة، هل من نصائح تحبين توجهينها لمرضى الأورام خلال شهر رمضان المبارك؟ أكيد في عنا كمان شغلة كتير مهمة لازم أحكي فيها، اللي هي الحفاظ على النشاط البدني. لأن الحفاظ على النشاط البدني أول إشي بخفف الشوارد الحرة، أو إحنا نسميها الفري راديكلز، وهاي الفري راديكلز هي بتساهم في الخلايا السرطانية، فلما نحافظ على هاي النشاط فإحنا بنقلل منها، فبالتالي بنحافظ إنها ما تزيد عنا الخلايا السرطانية أو الأورام في الجسم. وأيضا بعض الأشخاص الحمد لله الذين يتم شفائهم من أي مرض في الورم أو أي نوع من هاي الأمراض، فبتقلل من إعادة إصابته مرة أخرى، يعني بعد ما يتعافى تماما الحفاظ على النشاط البدني بقلل بنسبة عالية. آخر الدراسات طبعا التي أجريت في آخر سنوات أكدت على أهمية النشاط البدني لمرضى الأورام سواء كانوا مصابين أو شفيوا تماما من المرض، فلازم يحافظوا على صحتهم. وكما ذكرت سابقا الغذاء المتوازن مهم جدا، الإكثار من شرب السوائل، الإكثار من تناول الألياف خصوصا المتواجدة في الخضروات والفواكه، وأيضا بنركز على الأطعمة التي تحتوي على مضادات أكسدة عالية،
وهي أكثر شيء بتكون متواجدة في بعض الخضروات اللي بتكون ملونة مثل الفلفلة الملونة، الجزر، وطبعا الأطعمة الغنية بالفيتامين سي، الخضروات الورقية الخضراء. فهاي كلياتها ممكن تساعد إنه تحمي أو تحمي الجسم من الإصابة من الأورام أو تخفف من الأعراض اللي بتكون عند المريض. صحيح. أستاذة ريناد إبراهيم، أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية وتقبل الله إن شاء الله طاعتكم جميعا. شكرا. آمين. مستمعينا الأعزاء، بعد الفاصل موضوعنا بنكمل اليوم عن موضوع مرضى الأورام والصيام، بتكون معنا الدكتورة داليا محمود أخصائي أول قسم الأورام بمستشفى دبي، وحديثنا بيكون احنا أخذنا مع الأستاذة ريناد الجانب الغذائي لمرضى الأورام، ولكن بنكمل حديثنا مع الدكتورة داليا عن مرضى الأورام والصيام، وبإمكانكم التواصل معنا على الأرقام 600-55-1414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بتواصلكم معنا مستمعينا على الأرقام 600-55-1414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونواصل حديثنا عن الصيام ومرضى الأورام، ويسرني أن يكون معنا اليوم الدكتورة داليا محمود أخصائي أول في قسم الأورام بمستشفى دبي. دكتورة داليا صباح الخير. صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. طيبة يا دكتورة داليا، كيف حالك وعساك إن شاء الله بخير؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. الله يحييك دكتورة. نحن قبل الفاصل كان حديثنا مع الأستاذة ريناد إبراهيم أخصائية التغذية عن أهمية التغذية بالنسبة لمرضى الأورام، وطبعا أكيد التغذية له دور حيوي، يلعب دور حيوي الحقيقة لهاي الفئة من الناس المصابين بالمرض أو يعني الأورام المختلفة. دكتورة، لو في البداية نتحدث معك اليوم، نحن بناخذ جانب آخر بالنسبة لمرضى الأورام عن يعني الصيام، هل يسمح لمرضى الأورام بالصيام؟ طيب، بصفة عامة يسمح بالصيام لمرضى الأورام، لكن محتاجين طبعا يكون في شروط. محتاجين نفرق بين مريض الأورام اللي هو المتعافي اللي هو بيعمل متابعة دورية مع الطبيب. نعم. المريض ده بيكون في إمكانية إن هو يصوم، ما فيش أي مانع من الصيام لو حالته الصحية تسمح. بالنسبة للمريض الحالي اللي هو بيتلقى الأدوية سواء العلاج الكيماوي بالوريد أو عن طريق الفم العلاج بالحبوب، المريض ده بيبقى محتاج يستشير الطبيب بتاعه على حسب حالته الصحية، على حسب نوع الورم اللي موجود عنده، على حسب نوع العلاج الكيماوي اللي بياخده. عادة احنا بننصح المرضى انه ايوة انت ممكن تصوم، لكن يوم الجرعة، يوم جرعة العلاج الكيميائي وبعد الجرعة بيوم او اتنين يستحسن ان المريض ما يصومش، وده لأسباب صحية. احنا عارفين طبعا ان العلاج الكيماوي بيكون علاج محتاج تغذية، محتاج الجسم انه هو يبني خلاياه. في بعض انواع الادويه الكيماويه بيكون في بعض الاعراض تبع الجهاز الهضمي، ممكن المريض ما يقدرش يصوم، فطبعا المريض بيكون له العذر مسموح انه هو يصوم، لكن اول يوم العلاج الكيماوي بعد العلاج الكيماوي بيوم او اثنين يستحسن انه هو ما يصومش. بالنسبة للمرضى اللي بياخدوا الأدوية اللي عن طريق الفم سواء هي أدوية كيماوية أو هي أدوية علاج هرموني، في الحالات دي طبعا مع استشارة الطبيب في إمكانية أن المريض بيصوم وبياخد الأدوية دي في الفترة ما بين الفطار والسحور، بيحاول يضبط عدد ساعات أخذ الدواء مع الطبيب وبيقدر أنه ما يصوم إن شاء الله. صحيح. دكتورة داليا، نحن دائما الحقيقة يعني نشجع الناس اللي عندهم يعني أي نوع من الأمراض المزمنة، و
يعني المرضى الأورام، يعني أن تكون هناك دائما بينهم وبين الفريق الطبي المعالج اللي هو يكون سواء الطبيب أو أخصائي التغذية أو التثقيف الصحي أو التثقيف أيضا يعني الداعم النفسي، تكون هناك علاقة مباشرة ومستمرة بينهم. فما هي أهمية هذا التواصل المستمر بين مريض الأورام ويعني الفريق الطبي المعالج؟ هو ده مهم جدا جدا، خاصة للمرضى الحاليين اللي بيتلقوا العلاج في الأكتف بيشنت اللي هم متلقي العلاج. صحيح. مهم جدا جدا خاصة في فترات الصيام، مهم جدا ان المريض بيتواصل مع اخصائي الاورام، اخصائي التغذيه، اخصائي العلاج النفسي كمان. دي حاجات مهمه جدا. في بعض المرضى يعني بننصحهم ان هم ياخدوا بعض المغذيات او بعض المكملات الغذائيه على حسب نوع الورم اللي موجود، على حسب كمان نوع العلاج اللي هو بياخده. في بعض المرضى على سبيل المثال مرضى الجهاز الهضمي، التغذية مهمة جدا جدا، وساعات بنضطر ان احنا نعمل ادوات او نستخدم ادوات مساعدة لتغذية المريض، زي مثلا التغذية عن طريق الانابيب او عن طريق الوريد. فدي كلها حاجات مهمة لمريض الأورام إن هو يكون على صحيح. علاقة دائمة ومستمرة مع الطبيب بتاعه. صحيح. نحن للأسف دكتورة يعني نلاحظ كثير من الأوقات أن يعني المريض يهمل مواعيده وتواصله مع الفريق الطبي المعالج ويركز فقط مع الطبيب، علما بأن نحن نعرف أن الطبيب له دور حيوي ودور مهم جدا في أخذ التاريخ المرضي ووضع البرنامج العلاجي وأيضا يعني وضع التشخيص وما شابه ذلك. ولكن أيضا يعني مع الطبيب هناك فريق طبي، كل واحد دوره مهم جدا، يعني إذا كان أخصائي التغذية وإذا كان أخصائي التثقيف الصحي، وفي بعض الحالات يحتاج أيضا إلى يعني أخصائي الدعم النفسي، والدور الأخصائي الاجتماعي أيضا له دور حيوي جدا في حياة الشخص هذه خلال مرحلة العلاج. دكتورة شو تنصحين الحقيقة يعني في هذا الموضوع، بحيث أن يعني الشخص اللي مصاب بأي نوع من أنواع الأمراض المزمنة أو مرضى الأورام أنه أيضا يعطون أهمية وأهمية قصوى الحقيقة للفريق الطبي المعالج الآخر غير الطبيب؟ أنا موافقة جدا مع حضرتك، فعلا هي منظومة، يعني علاج مريض الأورام أو علاج أي مرض مزمن هي عبارة عن منظومة متناسقة مع بعضها. صحيح. طبيب الأخصائي، طبيب التغذية، طبيب الأخصائي الاجتماعي، طبيب النفسي، زمايلنا الستاف الممرضين، هي عبارة عن منظومة كاملة. صحيح. بيحتاجها المريض، والمريض نفسه من ضمن المنظومة دي. هو المريض نفسه كمان محتاج إن هو يكون عنده الوعي الكافي إن هو المفروض يعمل إيه، وإمتى يسأل، وإمتى يروح المستشفى، وإمتى يتواصل مع الطبيب أو الأخصائي، أو وإيه هي سبل التواصل اللي هي متوفرة عن حقيقة عندنا في هيئة الصحة في دبي، سواء عن طريق التليفون أو سواء عن طريق الرسائل أو سواء عن طريق الإنترنت توصل صوتك. فهي وسائل التواصل متوفرة، والمريض محتاج يكون عنده وعي بهذه الوسائل. فدي حاجة مهمة جدا جدا، وأنا يعني موافقة مع حضرتك أن هي فعلا مهمة بالنسبة للمرضى. صحيح. وأنتي ذكرتي دكتورة داليا نقطة مهمة الحقيقة، لأن يعني الأمراض المزمنة بشكل عام، يعني أي واحد مصاب بأي نوع من الأمراض المزمنة سواء يعني السكري أو أمراض القلب، الكلى، أمراض الدم، السرطان، الأورام، لابد أن يعني يكون متسلح بيعني كثير من المعلومات، لابد أن يكون عنده وعي كامل، لابد أن يكون عنده معلومات كاملة، لأن في النهاية يعني لابد أنه هو يدير الحالة المرضية هاي بشكل ذاتي. فإذا ما كان عنده معلومات من الطبيب أو معلومات من التغذية أو من التثقيف الصحي أو من الدعم النفسي أو الاجتماعي، فأتوقع دكتورة بيكون صعب عليه بأن يدير حالته من جميع الجوانب.
ونحن دائما نعرف بأن يعني الشخص كثر ما يعرف عن حالة المريض المرضية معناته أنه بيقدر يدير هاي الحالة المرضية بشكل ممتاز بالتنسيق مع الفريق الطبي. وأيضا يعني نحن دائما نتمنى أن يعني ما يوصل الشخص هذا اللي مصاب بأي نوع من الأمراض المزمنة إلى مضاعفات، والمضاعفات هاي قد تسبب له مشاكل يعني مستقبلا في حياته وتكون صعبة عليه. أكيد طبعا، أكيد حاجة مهمة جدا. التغذية مهمة جدا بالنسبة لمريض الأورام. في بس نقطة أنا حقيقة كنت عايزة أعمل عليها بوينت، إن بعض في زي فهم خاطئ إن مريض الأورام إن المفروض هو ما يبعد عن البروتينات أو يبعد عن المواد اللي هي السكريات. أنا بس عايزة أوجه إن الفهم ده فهم خاطئ، وإن مريض الأورام بيحتاج تغذية مناسبة علشان الخلايا بتاعة الجسم بتبني نفسها. زين دكتورة، أنا عفوا للمقاطعة، أنا أيضا حتى يعني حسب معلوماتنا أن دائما نسمع بأن المريض الأورام معنات أنه يبتعد ابتعاد كلي عن الأغذية أو الأطعمة اللي فيها السكر، حسب اللي نسمعه ونقراه بأن يعني الخلايا السرطانية في الجسم تتغذى على السكر، غذائها الأساسي اللي هي تتنشط وتبني الخلايا هي السكر. فلو توضحين دكتورة أو تصححين هاي المعلومة. هو فعلا هي دي النقطة اللي أنا بتكلم فيها، إن فعلا هي الخلايا تتغذى، بس هي كل خلايا الجسم تتغذى عن على هي ده يعتبر السكر في الجسم، ده جزء من الطاقة اللي دي الطاقة اللي بناخدها في جسمنا كل خلايا الجسم. وخلايا السرطان دي خلايا في الجسم برضو بتتغذى بنفس طريقة الخلايا السليمة. لكن ده لا يعني ان احنا نمنع جزء من او سورس او جزء من الطاقة اللي احنا المفروض بناخدها علشان نبني خلايا الجسم. مريض الأورام مع العلاج بيحصل تكسير في الخلايا، فإحنا بنحتاج نعوض ده، بنحتاج إن إحنا نعوض الخلايا دي عن طريق الطاقة، عن طريق التغذية السليمة، عن طريق البروتينات، عن طريق فإحنا ودايما بنقول القاعدة اللي هي اللي دايما زيادة الشيء عن حده بتبقى مضرة. صحيح. فإحنا مش بنقول إن إحنا ناخد سكريات بكميات كبيرة جدا، لا طبعا بالكميات المعقولة، ما نحرمش الجسم من التغذية المناسبة. البروتينات مهمة جدا، في بعض أنواع البروتينات اللي ممكن تتعب الجسم شوية، مع استشارة الطبيب ممكن ينصحوا إيه أنواع البروتينات اللي ممكن يستفيد فيها وممكن تفيد جسمه وممكن تساعده على بناء الخلايا. فدي نقطة مهمة جدا محتاجين نوضحها للناس، علشان فعلا في مرضى كتير جدا بيقولنا نفس الطريقة، إن إحنا لا إحنا مش بناكل سكر خالص، إحنا مش بناكل أي بروتينات خالص، ودي حاجة مش صحيح. ولهذا السبب دكتورة مثل ما تفضلتي في البداية، إن يعني على الشخص اللي مصاب يعني بأي نوع من الأمراض المزمنة والأمراض الأورام، مهم جدا أن يكون متابعته بشكل مستمر ودوري مع يعني الفريق الطبي المكمل مع الطبيب، وبالأخص التغذية، لأن لابد أنه يعرف حصته من النشويات كم، وحصته من السكريات كم، وحصته أيضا من البروتينات كم، ولابد أنه يكون عنده علم وعنده دراية كاملة بهاي الحصص اللي يأخذها بشكل يومي. ومثل ما ذكرتي دكتورة أن الجسم يحتاج، والخلايا اللي موجودة في الجسم تحتاج إلى سكر وتحتاج إلى مواد أخرى على أساس أنها تشتغل بشكل صحيح. دكتورة بننتقل معاك في حديثنا عن فئات، يعني هل هناك بعض المرضى الأورام فئات منهم ممنوعة نهائيا من الصيام؟ طبعا احنا ديننا يسر، فاحنا بنقول المرضى اللي هم في المراحل الأخيرة من المرض بيكونوا صعب عليهم ان هم يصوموا، بيكونوا محتاجين تغذية بطريقة مستمرة. صحيح. المرضى دول عندهم العذر الطبي ان هم مش هيقدروا يصوموا، فطبعا المرضى المجموعة دي من المرضى ما بننصحهمش بالصيام. نعم. وأيضا دكتورة مثل ما ذكرتي أنهم أيضا أكيد عندهم عذر طبي، وأيضا هناك عذر يعني شرعي لهم، لأن إذا هو كان ما يقدر يصوم فمعناته أنه يعني أذي نفسه بالطريقة هاي، فمعناته أنه يأخذ إرشادات ونصح الطبيب ويهتم في صحته وأيضا يهتم في علاجه وبرنامج العلاجي المتكامل.
دكتورة، يعني الجانب الرياضي يعني للناس اللي مصابين بالأمراض المزمنة بشكل عام، وأنا اليوم أنا لو تلاحظين دكتورة حديثي معاك دائما أشمل الأمراض المزمنة ونركز على مرضى الأورام، لأن يعني النمط الحياة اللي مفروض أنه يكون عنده الإنسان اللي مصاب بأي نوع من الأمراض المزمنة هي يعني مقاربة بالأمراض بالناس اللي عندهم الأمراض يعني المختلفة من الأورام. الرياضة أيضا لها دور حيوي جدا دكتورة داليا في حياة الناس، فشو تحبين تعطين المستمعين الأعزاء بعض النصائح الخاصة خلال شهر رمضان المبارك، وكيف يكون لها تأثير الحقيقة يعني سواء سلبي أو إيجابي على صيام المريض؟ أحب أقول إن هي مهمة جدا جدا جدا، الرياضة مهمة جدا لمريض الأورام سواء المريض المتعافي أو المريض اللي بياخد بيترقى العلاج حاليا. ليه؟ لأن الرياضة بطريقة مبسطة إن هي بتساعد الدورة الدموية في الجسم إنها تكون نشطة، وبالتالي بتساعد إن هي تعمل نمو صحي للأنسجة والخلايا جوه الجسم، وده شيء إحنا محتاجينه جدا. الرياضة كمان مهمة قوي علشان الحالة النفسية، تفرق كتير جدا جدا لما بشوف مريض أو مريضة معايا بتعمل رياضة بطريقة منتظمة يوميا، مشي حتى لو مشي كل يوم نص ساعة، تفرق جدا جدا في الحالة النفسية للمريض، وهي دي حاجة مهمة إن المريض حالته النفسية كويسة. فصحيا علشان الدورة الدموية تتحسن مهمة الرياضة، نفسيا المريض بيفرق كتير قوي قوي معايا، إن هو يحس إن هو مريض نشيط وأكتف وحيوي، فده مهم جدا. كمان الأبحاث الحقيقة أثبتت، يعني ده مش كلام نظري فقط، لا ده الأبحاث اتعمل فعلا أثبتت إن المرضى اللي بيعملوا شيء من الرياضة اللي هي غير عنيفة وضعهم بيكون أفضل كتير من المرضى اللي هم عادة بيبقوا قاعدين في السرير أو حاسين إن هم لا مش هنقدر نقوم نتحرك نفسيا وجسديا وصحيا. فلا طبعا الرياضة مهمة جدا. بالنسبة للرياضة أثناء الصيام بتعتمد على حالة المريض، وأفضل إن يعني أنا زي ما بقول هي تكون رياضة بسيطة، يعني أنا دايما بنصح المرضى إنه إحنا نمشي كل يوم نص ساعة، يعني دي أبسط حاجة ممكن نعملها مش هتأذينا هتساعدنا كتير. فاستشارة الطبيب برضو مهمة علشان مش كل المرضى زي بعضهم، مش كل الحالات المرضية زي بعضها، صحيح. فاستشارة المريض الطبيب بيكون مهم جدا كمان علشان نحدد إذا كان المريض يقدر ولا لا على حسب وضعه الصحي كمان. صحيح، وهو دائما دكتورة أيضا يعني الخدمات اللي تقدمونها أنتم الحقيقة يعني في مستشفى دبي في قسم الأورام، أنا سمعت أن عندكم يعني برامج توعوية يعني أسبوعين أو يعني قبل رمضان بأسبوعين أو ثلاثة يتم من خلالها يعني تثقيف المرضى ودعمهم الحقيقة وإعطائهم النصائح، يعني إذا كان الشخص يعني بإمكانه أن يصوم بعد يعني استشارة الطبيب فكيف ممكن يعني يستثمر شهر رمضان المبارك بحيث أنه يكون صيامه صيام صحي وصيام سليم وخالي من المضاعفات. فهذا الحقيقة صح دكتورة شيء جميل جدا، بحيث أن أيضا يعني المريض يكون على دراية ويكون على علم وحتى يعرف إذا بدت عنده بعض المضاعفات فيعرف كيف يدير المضاعفات هاي بشكل صحي وبشكل سليم. أكيد طبعا، هي هيئة الصحة في دبي موفرة القسم التغذية عندنا في الهيئة، بيوفر استشارات ممكن أقول لحضرتك يوميا للمرضى المقيمين عندنا في القسم أو بيترددوا على قسم التثريب الوريدي. بالإضافة كمان إن إحنا عندنا خط ساخن 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، ممكن المريض بيتواصل معنا، بيكون في ستاف وطبيب متواجد للإجابة على أي أسئلة ممكن هو عايز يعرفها أو أي حاجة هو مش واضحة بالنسبة له أو أي أعراض أو مضاعفات. فده شيء إحنا بنوفره للمرضى ونتمنى إن هو يكون مفيد بالنسبة لهم. طبعا أكيد هيئة الصحة بدبي توفر دائما
يعني خدمات الحقيقة مميزة. وهناك دكتورة أيضا المرحلة يعني الحالية هناك الاعتماد يعني كثير على طرق التواصل وتطبيقات ذكية وبرامج على أساس أن يكون هناك مثل ما تفضلتي يعني حلقة متواصلة وتواصل فعال خلال 24 ساعة بين الطبيب وبين المريض على أساس أنه أيضا يساعد المريض بحيث أنه إذا احتاج أي موضوع ولا أي نصيحة فطبيب المعالج وفريق الطبي المعالج متوفر 24 ساعة. أكيد دكتورة لمية، في آخر دقيقة شو النصيحة اللي تحبين توجهينها لمرضى الأورام خلال شهر رمضان المبارك أو لمرضى الأورام بشكل عام؟ كل سنة هم طيبين طبعا في البداية، والسوائل مهمة جدا، شرب المية مهم جدا، الرياضة مهمة، الأكل الصحي، الأكل الصحي يعني إحنا مش بنقول نمنع نفسنا من أي حاجة، ناكل أكل صحي عشان يفيد جسمنا، واستشارة الطبيب ومتابعة مع الطبيب ومع أخصائي التغذية لو في أي سؤال إحنا متواجدين، وكل سنة طيبين. يعطيك ألف عافية دكتورة داليا محمود، أخصائي أول قسم الأورام بمستشفى دبي، حديث شيق، شكرا جزيلا لك وكل عام وانت بخير. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل المبدع معي اليوم، كان فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، وفي الإخراج دائما مخرجنا المتألق الأستاذ أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة، وتقبل الله طاعتكم. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.